بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انت اول مره تتفرج معانا على قناه شرابي سات، ادخل اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك وشير عشان يجيلك كل جديد. بدايتنا في بطوله افريقيا للانديه الابطال، انتهى كاس العالم بحصول الاهلي على المركز الثالث للسنه الثانيه على التوالي والمره الثالثه في تاريخه، وابتدينا رجعنا للدوري ورجعنا لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. المباراة الأولانية كانت ما بين الأهلي والمريخ، اتأجلت عشان الأهلي كان مشارك في كأس العالم للأندية. المباراة الثانية ما بين الأهلي والهلال السوداني هتتلعب يوم الجمعة الساعة 3 ظهرا، يوم الجمعة الساعة 3 ظهرا، هي كانت هتبقى الساعة 6. فالهلال السوداني طلب من الكاف والكاف وافق له اللي هي تتلعب الساعة 3. المباراة مذاعة فين؟ مذاعة على بين سبورت 3. المباراة مذاعة على بين سبورت 3 يوم الجمعة 18/2 الساعة 3 ظهرا على بين سبورت 3. طب في قنوات تانية هتذيع المباراة أو هتنقل المباراة؟ لحد دلوقتي لسه في قنوات بتقول هننقل المباراة، فطبعا ده هي مش هنقدر نجيبها لكم قال لما نتأكد عشان ما نبقاش بنكذب عليكم. المباراة الوحيدة اللي هتنقل المباراة، القناة الوحيدة اللي هتنقل المباراة هي قناة بين سبورت 3، وهتتنقل المباراة الساعة 3 عصرا يوم الجمعة إن شاء الله. لو في أي جديد أو أي قنوات إن شاء الله هتنقل المباراة بس نكون متأكدين منها هنقول لكم عليها، وهنعمل فيديو إن شاء الله قبل يوم الجمعة ونقول لكم المباراة هتتنقل فين غير على بين سبورت 3 إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.